يبقى لازم. ولذلك احنا لما كنا في بعض رحلاتنا في الخارج وبعد ذلك سئلنا انتوا ما كما عددتم للرجل نساء ما عددتوش له للمرأة رجال. شوف الكلام بدهم يحفظوا الايه، يحفظوا المرأة على دين الله. شوف الدين هو عدد للراجل ازواج انما خلاك ايه علشان ايه المرأة الغر بقى تقول ده مفيش عدالة مفيش ايه. فسألتهم هذا السؤال، قلت للمترجم اسأله قل له أعندكم أماكن يستريح فيها الشباب المتحلل جنسيا؟ فكان الجواب نعم، في بعض الولايات فيه. فماذا احتطتم لصحة الناس؟ احتطتوا ازاي؟ عملتوا ايه لصحة الناس؟ قال بالكشف الطبي الدوري وبالكشف الطبي المفاجئ. ليه؟ علشان نعزل اللي فيها امراض. فقلت له سله اصنع ذلك مع كل رجل وامرأة متزوجين بيكشفوا عليها طب يعني و... فقال لي لا. قلت له ليه؟ فسكت ولم يأتي. قلت له لان الواقع انهم وجدوا إن الحياة الرتيبة مع رجل ووعاء واحد لا ينشأ منها أمراض، إنما وجد المرض ينشأ حين يتعدد ماء الرجال في المكان الواحد.